السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين بغداد بنجاح وين يحدد وجهته المقبلة بعد مغادرته النادي السد، يعني تأهل نهائي السد. تمنوا له يدي انتي تتالي معهم ايا ان شاء الله بربي ما يخرج علينا. يعني هذاك هشام الحزاق هذاك يقولنا باللي رسميا في البارسا كما كان داير لكم 2020 رسميا كل شغل. قلت له يعني عقل، قلت له كلبت له الكابون تاعك داير تاعك ترحل فيه البارسا. يعني تخيلاتي يتخيل مسكين هذاك مسيلمة الكذاب يتخيل، مي يتخيل بانت له باللي تشافي لعب مع 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 بونجاح ايوا ترينا بونجاح وغادي يديه هذاك هشام الطز هذاك. فاني كده فانيك اللي كان يلعب في قطر كده التش والطز. على بالك بلي على بالكم بلي الله يحسن عونكم باش تفطنوا لي قلكم. على بالك ما كانش تعطيني كيدو محرز البارسا ولا، وكان عندي المعلومات ماشي بغي محرز البارسا. واي 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 اي وجهي محرز بالسعودية ورا اخر غادي بالك يلعب 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 لامسية ولا شو غادي بالك يلعب في السد في قطر فما في نادي في قطر ولا يلعب في السعودية ولا هذاك اللي يلعب في السعودية راه مليحة. كي يلعب في السعودية راه مليح على بالك بها. أنا نقول لكم كي يلعب في السعودية راه حاجة كبيرة. وين أعلن الدولي الجزائري بغداد احنا الله ينجحها الله ينجحها أنا الله ينجحها. صح حتى هنا ماشي كيما كذبوا علينا راهي 370 هاري خرجت واحد المعلومات قال لك يا ودي قال لك هذاك الخبر تاع ذاك المدرب اللي طرده صادي قال لك يا ودي قال لك ما كاش كاع منها تاع مارسي. قلت لكم لا شويه احترموا العقول كيما ما كاش كاع من هذه. وين اعلن الدولي الجزائري بغداد بنجاح عن وجهته المقبله بعد مغادرة نادي السد القطري، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد مباراة فريقه أمام التحيل في النصف النهائي كأس الأمير قطر اليوم السبت. وكان الهدف التاريخي هداف التاريخي لنادي السد والدوري القطري قد أعلن مؤخرا رحيله عن ناديه بعد 9 مواسم كاملة قضاها في صفوفه، كما نال تكريم خاص من إدارة الفريق الأبيض والتي شاركته على كل ما قدم شكرته على كل ما قدمه وتمنت له النجاح في تجربته الجديدة. المهم احنا يا ابوي ما يروح بغداد بنجاح نورمال. وشارك بغداد بنجاح أساسي في فوز فريقه على التحيل بهدف نظيف يعني وتأهل إلى النهائي، يعني أغلى كؤوس القطرية، ليكون على موعد مع إمكانية التتويج بثنائي بثاني ألقابه هذا الموسم بعد اللقب الدوري نجوم قطر المحقق بكل جدارة. وجدد الدولي الجزائري ترحم كبير من طرف الجماهير السد والتي احتجزت بمدرجات الملعب أحمد بن علي المونديالي، حيث رفعت صور عملاقة له بقميص رقم 11 والذي حمله منذ وصوله إلى قطر، ما جعله يزرف الدموع بعد نهاية المباراة خلال احتفالات التأهل. يعني ما نورمال عادي هو غادي مزيب الله يجعل ما يخرجش علينا هذاك مسيلمة الكذاب ويقول لكم رايح البارسا ولا شو رايح برينتون ولا رايح الله يجعل ما يكذبش عليكم. ما تكذبش مسيلمة الكذاب قارئ اصبر 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 تعقلنا اللي قلت له ما رايح البارسا حتى خرج تشافي بيقالوا قالوا نو 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 اش قلت لكم اخبار هذو قبل ما كاش راني عاقد مام لون ترينر من قال لهم واه البارسا ولاو يضحكوا الاعلام ولا يضحك قال لهم واه يلعب في البارسا ماشي حطتها بي ان سبور غلطها لون ترينر وغلطها واه قال لهم يروح البارسا واه يلعب في البارسا واه غير قالها هكا قال على القضبه الرسميه ودي ما كاش كاع وين بارسا هذه. وتحدث بغداد بنجاح بعد المباراة السد والتحيل عن وجهته المستقبلية دون كشف عن هوية الفريق والذي سيرتدي ألوانه في الموسم المقبل، وقال في تصريحات الصحافة حتى الآن لم أقرر بعد
في مستقبلي لا يزال هنالك نهائي أفكر في الفوز به، ثم سأبصر في وجهتي وبسؤاله عن الوجهة الأقرب. أجاب قائلا: الدوري السعودي. يعني غادي يروح السعودية يلعب السعودية مليح ولا لا مليح؟ والله لا مليح والله العظيم. وكان الشباب السعودي مهتم بالتعاقد مع الهداف التاريخي للدوري القطري في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن بعض التفاصيل حالت دون إكمال يعني الصفقة، مثل ما كشفت عنه وسائل الإعلام، ما يجعل احتمال تكرر يعني محاولة الشباب يعني في حسم الصفقة في الصيف المقبل الأمر وارد بقوة. لا يروح يلعب السعودية مليحة أخويا، والله لا مليحة السعودية خير هذه، مش يجي يلعب هنايا، ما نعرف هنا توالي فانيك هنايا يلعب في المولودية. وتحدث بنجاح أيضا عن سر الدموع التي يعني بعد مباراة بقوله: الحمد لله على هذا التأهل، كنت أريد أن أنهي يعني موسمي مع السد بلقب كأس الأمير لأنه أغلى كؤوس بالنسبة لي، الجماهير وقفت بجانبنا في المباراة وأشكرهم كثيرا على ذلك، وتابع كنت وإن كانت آخر فرصة لي من أجل أن أحقق اللقب بالكأس الأمير، لقد منحنا كل ما عندنا في المباراة كمجموعة واحدة، أشكر كل اللاعبين على الجهود المقدمة وعلى الروح، لم أكن أود أن تكون هذه المباراة الأخيرة، كنت أريد الوصول للنهائي في أول موسم مع المنتخب مع السد، لعبت نهائي كأس الأمير وسأختم مشواري بنفس البطولة. وأكد بغداد منجح أنه فخور جدا بالمسيرة التي حققها مع السد بالقول: فخور بمسيرة والتي قدمتها مع النادي، أشكر كل من سندني في الظروف الصعبة، جماهيرنا دائما تساندنا، هناك علاقة خاصة بيني وبين الجماهير، وأتمنى أن نساعدهم في المباراة نسعدهم في المباراة النهائية باللقب. وفي نهاية الحديث أضاف المهاجم الجزائري بقوله: أبنائي ولدوا هنا في قطر، جئت إلى هنا وأنا لعاب شاب ولم أشعر أبدا أنني غريب هنا في قطر، لقد عشت هنا تطورت كرويا وفي منشآت، أتمنى كل التوفيق لهذا البلد. أقولها بالسيف، أريد تقولها بالسيف، غادي تقولها بالسيف. كشف قال السعودية ماشي كيما لو خطرة فاني خرج قال لكم غادي يلعب في برينتون، تعقلوا عليها تاع برينتون هادي هي بنادم اللي بايرو يلعب. شو بين شفت واش صرا في المدرجات تاع الياسما يا خلي غادي هذا من البطولة تاعنا حنايا، البطولة تاعنا نورمالمون حنايا يقولوا لهم كاع الطابية، يقولوا لهم كاع اللي يخلوهم يلعبوا الطابية هكا في الحجرة يلعبوا نورمال عادي، المهم يخلوهم يلعبوا في الحجرة نورمال، ماشي مليح هادو بنادم غير اخرهم والله ما مليح كاع، ماشي مليح لهم هادو، المهم يلعبوا هكا في الزوقة هكا خارجين مع الصباح يروحوا يلعبوا، مع العشية يلعبوا، هذا مكان نقولكم عليهم مدرب عرض خدماته على نادي اولمبيك مارسي، مدرب جزائري عرض خدماته على نادي مارسي ولكن إدارة النادي الفرنسي رفضته مباشرة. هاي هذه مكان يا ودي انتوما عاجبين السهل الأول يا ودي ولينا ساي تخدم معه حنا الله يسهل عليه ان شاء الله بربي ينجح وصعيب الله ينجح اخويا غادي من التالي الله ينجح اخويا
هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.